ما هي البئر التي نزل بها المسلمون بيوم الحديبية؟ الحديبية، الجمل، ذروان. الخيار الأول، اختار الخيار الأول. ما راح تختار، شوف معي. لا لا، اختار الخيار الأول يا أستاذة. حفصة وينك؟ حفصة؟ أيوه. تفضل اختاري. ما هي البئر التي نزل بها المسلمون بيوم الحديبية؟ يا حفصة بقي ثلاث ثواني. ليبيا. إيش؟ قالت والله. إيه تقول شيء ما هو مرد في الخيارات. إلا تقول الحديبية. وش قلتي يا حفصة؟ قالت الحديبية. قالت الحديبية. الحديبية أول خير. الحديبية. اللهم لك الحمد. أخيرا يا رجل. هرب من هذه اللحظة. هربنا من أجل هذه اللحظة. هربنا. لا جالك ما تهرب. شباب كلكم قيام مع القدرة. كلكم وقف. اللهم لك. ذهاب وقف. عاد وقف. أوقف وأنا عندي وأنا عندي مبلغ اكتمل عادي. إيه. والله. شلون؟ نقف الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. واحتراما وتقديرا اخيرا يا رجل واخيرا هربنا من اجل اكتمال او لعدم اكتمال اكتمال اخيرا قلت غصب عنك سعادة اللهم لك الحمد الفرحة تزيد بأخذها من الأعداء صح عليك الفرحة تزيد استريح استريح نعلن أخيرا استريح. وبعد طول انتظار نعم. ستة حلقات من المغص يا أخوي من العدم الاكتمال والقدرة عدم وش تبي أنت أبا أعطيه منديل وبحافظ على صحته أحسنت. شف انا ماني بعد اولك تو اخذت منه وانا اخذت منه استريح استاذ خذ من مستودعك وظبط امورك طيب من وين تبي هالرمل عندك ورني بيوت الشباب وشف بعلمك شيء بس معليش بعلمه شيء معلومه أي. ترى الرمل اللي اخذته انا من عادل بس. تراه مسموم بمرضه كذا انا بحطه في دور مكتمل ما عاد ينفع مسموم مو مسموم ما يصلح ما يتحول الى سماوي زي وضع عندك مستودع وعندك ذا اللي جنبك لا يا استاذي أيه؟ عطنا طال عمرك المستودع كم فيه من قطعة مليان لا محدود مليان خله مليان يا رجال عطنا من عند عبد الوهاب كفو 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 فعلا فعلا ربيع طبعا فعلا عطني من عند عبد اوه ربيع ياخذ من عبد الوهاب ويكتمل ويحصل على المركز الثاني في البرنامج عاش مبارك لربيع نبارك لك عاش ربيع والله يا ربيع انا باجي اسلم عليك الله يسلمك والله انك يعني تستاهل يا فرصه سعيده والله ما توقعت الحمد لله على السلامه الحمد لله على وصولك والله ما توقعت حاولت تعبت سويت كل يعني باقي اجلس مكانك لم تقصر يا ربي الله ربيع لا والله بروح يا الوضع كان يعني ايش فيك انت؟ الاسئله موجوده عندي لا 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 بعطيك معلومه لو سمحت بما انك بما انك مقدم ما سلك يعني ربيع اعلمك الان طيب انا عشان تعرف الدراما وكذا ربيع زي البطل اللي بمسلسل رائد اسماعيل يصير حبيب طول الوقت ثم يطعنك بالظهر اخر حلقه هذا ربيع انا لا اطعن من الخلف ذبل ان يفهم الا مشتركو ما سلك نحن نطعن من الامام عاد انا اشوف من هل يتكلم انا ما سويت شيء انا بربي شوف من هو اللي يتكلم يا ناس لكن انا اكتشفت حاجه اني مشارك في نجاحاتهم كلهم هذا الرجل اعطيته مستخدمه وسيله ويعني طيب. الحمد لله يعني اشارك اصدقائي افراحهم تعطيهم ولا بد انا ما يستغنون عني لا بد يعني مميزة اعطيهم يعني.